يا صباح الفل عليكم، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه. النهارده هنعمل الكحك، بس زي ما انتم شايفين احنا مش في الاستوديو، احنا طلعنا بره. ليه بقى؟ قلت قبل ما اعمل لكم الكحك بتاعي اخدكم معايا نعمل الكحك والبسكوت الفلاحي على اصوله. فجينا الشرقيه علشان نقابل احلى ستات مصريات يعملوا لنا احلى كحك وبسكوت النهارده. معايا سعيده ومعايا ام محمد، اهلا بيكم. اهلا بيك. اهلا بيك. قولي لي بقى، لو احنا هنعمل الكحك هنعمله ازاي؟ مقاديرنا ايه؟ كيلو دقيق، نص كيلو سمنه، كوبايتين لبن، معلقه خميره، نص معلقه ملح. خميره فوريه، ما بتستعمليش الخميره البيره؟ لا، لو في بنحط، ما فيش بنحط من دي. طيب بتعملي ايه بقى؟ اول حاجه بتبتدي ازاي؟ بنحط الدقيق. ايوه طبعا، انتوا في الكحك بتعملوه كلكم مع بعض. العيله بقى كلها والجيران والكلام ده. هننزل بالسمنه، السمنه بتبقى مسيحاها. لو جامده بنسيحها شويه. وهننزل باللبن. ايوه. وبعد كده هننزل بالخميره. خميره شويه صغيره عشان دي فوريه. عشان ما يكمرش قوي. ولو في سنه ملح، رشه ملح. وبعد كده جنيه. بنقلب كده عشان كله مع بعضه. قولي لي، الكحك لما بتيجي بتعجنيه، بتعجني كتير ولا بتعجني فتره العجن قليله علشان ما ينشفش مثلا؟ او ليكي حاجات عايزه تقوليها لنا، نصايح وانت بتعمليه؟ لا، احنا لو عايزين يعني نعجن كميه بنسيبها شويه، بنقطعها الاول عصيرين زي كده، وبعد نسيبها ترتاح شويه. هاي بتقطعيها الاول بعد كده تسيبيها ترتاح؟ بنقطعها بكوبايه او اي حاجه ونرصها ونسيبها ترتاح شويه. وبعد كده ندخلها الفرن. بتبقي مولعه الفرن على كام؟ على 170 160. الفرن بيبقى في البيت ولا بتعملوه زي زمان بقى بتودوا الفرن السجات الفرن والكلام ده؟ لا، الفرن بتاعنا احنا، بتاع البيت عادي. بتعجنيه بقى للاخر، وبعدين قولي لي انت بتحشيه حاجه؟ نحشي ملبن او عجوه. ملبن او عجوه. او ممكن نسيبه ساده، لو حابين ياكلوه ساده بياكلوه ساده. ما بتحشوش عجميه خالص؟ لا. طيب قولي لي، الملبن لما بتشتريه ايه بتختاريه على اساس ايه؟ احنا عايزين بس ننصح الستات وهم بيعملوه. الملبن هو الابيض دوت. بيبقى فاتح مثلا؟ لا، اللي هو الفاتح الابيض. الغامق لا، مش حلو. ما بيبقاش حلو. وممكن ينشف معاكي الفرن. طب بعد ما احنا دلوقتي هتقطعيه وتسيبيه يخمر؟ لا، انا مش هقطعه دلوقتي، انا هعملها زي كده وهشوف حته كيسه والفه عليها. وتسيبيه قد ايه بقى؟ اسيبه 10 دقايق كده. 10 دقايق. وبعد كده تقطعيه وتحطيه برده وتسيبيه تاني يخمر. وهتدخليه الفرن يقعد قد ايه في الفرن؟ 160 170. لا، هو بيقعد قد ايه في الفرن؟ يعني الوقت اللي هيقعده في الفرن قد ايه؟ يقعد ربع ساعه، 10 دقايق؟ لا، ربع ساعه. ربع ساعه. عشان ياخد لون حلو وما ما يطلعش ني ولا ناشف. طيب احنا دلوقتي هنسيبه 10 دقايق يهدى. وبعد كده هنقطعه ونسيبه تاني شويه. لو هنحشيه هنحشيه بقى بعد كده ونعمله بالمنقاش. بتعمله بالمنقاش؟ ماشي، اوكي. وريني بقى هتقطعيه ازاي. محمد هتاخد دي تفردها. ايوه. هتقطعها بالكوبايه وانا هجيب. بتقطعوه في كوبايه مش كور يعني؟ عايزين نعمل كده، عايزين اي حاجه. لا، انا عايزه اشوف الطريقه بتاعتك. احنا بتبقى شيك وحلوه. ايوه، احنا عايزينها شيك وحلوه. ده اهم حاجه. فبنفرد العجينه كده كده. ايوه كدا. بترفعيه ولا نص؟ لا. نص. نقوم عاملين كده. ايوه كده. حلوه الطريقه دي، انا اول مره اشوف الكحكه بصراحه بتعمل بكوبايه جديده. ايوه. بنشيل كده وما بتنقشوش؟ لا، بننقش. لا، بننقش. بس بعد ما يرتاح. كده. حلوه الطريقه وسهله سريعه. بتعملوا السمك اللي هي عايزاه وتروح مقطعاه. عايزه حجم كبير، حجم صغير. حسب بقى. عايزه ترفعي العجينه، عايزه تخنيها زي ما انت عايزه. وبتعملي بقى بالكوبايه اللي انت عايزاه، يعني في هنا صغيره ودي اكبر حسب الحجم اللي انت عايزاه. حلو كده. وزي ما قلنا بقى بتدخله الفرن 160 او 170، بيقعد حوالي ربع ساعه. وبعد كده بنطلعه بقى نحط عليه سكر. بس لما يبرد شويه، مش لازم نحط عليه السكر عشان ما يعرقش. سخن.
طب قولي لي، في عادات قديمه او طرق قديمه كنتوا بتعملوها زمان ودلوقتي بطلتوا تستعملوها، ولا هي دي نفس الطريقه من زمان؟ هي دي نفس الطريقه. نفس الطريقه من ايام الاجداد. في ناس بتعملها لجنا اهالينا بتعمل كده. في ناس بتعملها ايه؟ بنجيب الطبليه والمناجيش والكوبايات بتاعت زمان، اللي هي البلاستيك دي، وتلموا الجيران بقى والاصحاب والعيال والصغيرين وبتعملوا الكحك كلكم مع بعض. كلنا مع بعض طبعا، عشان هو السمنه فيه بتبقى كتيره، فمش محتاجه انك تدهني الصاج. مش محتاجه. دايما الكحك بياخد نص دقيق سمنه. في ناس بقى بتحبه دايب، وفي ناس بتحبه يعني مش دايب قوي، نشف شويه عشان يعرف ياكل ايه الشاي، شباب الشاي. بس هو الدايب احلى حاجه بقى بصراحه. يعني بس هي يعني مش، في ناس بتحبه كده وناس بتحبه كده، هو حسب ما هتبسيه في الاول. لو بسيتيه كويس قوي هيطلع معاكي دايب قوي. لازم تكتري له السمنه عشان ما يطلعش ناشف من جوه. يبقى هي بتقطعه وهنسيبه في الصاج 10 دقايق كده يهدى شويه ويرتاح، وبعد كده هينقشوه المنقاش عندنا اهو، وبعد كده هندخله الفرن علشان يستوي، نطلعه نسيبه يهدى ونرشه بالسكر. وبعدين احنا بنرش السكر شويه شويه، مش كله صح؟ لا، لو انت عايزه تطلعي لحد يعني ضيوف بتطلع على قد وبترش. على قد بالظبط، والباقي يتشال من غير السكر عشان ما يبوظهوش. عشان ما يبوظ. قولي لي يا سعيده، عملتي بقى ايه من الاول كده؟ نقول للناس احنا عملنا ايه. عملنا الكعك النهارده، حطينا كيلو دقيق على نص سمنه، على كوبايتين ونص لبن، على نص معلقه خميره، على نص معلقه ملح، وبعد كده بسيتيه وعجنتيه. نزلنا الدقيق الاول، وبعد كده السمنه، وبعد كده نزلنا اللبن، وبعد كده نزلنا ايه الخميره، وبعد كده نزلنا شويه الملح. وقطعتيه سبتيه يرتاح، بعد كده قطعتيه. قطعناه وبعد كده ايه سيبناه شويه، بعدين ايه ننقشه زي كده. بننقشه، هندخله بقى الفرن. هندخله احنا دلوقتي، هنروح ندخله الفرن ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. ده لون الكحك بعد ما بيطلع من الفرن، شايفين لون ذهبي حلو ازاي، وبيحطوا عليه سكر بودره، بيرشوا بالسكر البودره، يا دوبك هي الكميه دي اللي كفايه ترشوها، والباقي لما بيخلص ده بنحط السكر على الباقي. اللي انت بتطلعيه على الجد بس بتحط السكر، والتاني بتعينيه، التاكل دوت بتحط غيره بالظبط عشان ما يبص، عشان السكر ما يعجنش عليه والكحك يبوظ، فكده بيبقى حلو قوي. وعلى القد شويه بشويه. كده اهو بنزين الكحك بالسكر، وهنشيله بقى ونعمل الوصفه الثانيه اللي هي البسكوت. هنعمل بسكوت النشادر النهارده، مش كده؟ قولي لي بقى المقادير ايه بتاعتك بتاعت بسكوت النشادر. هنحط كريم دقيق، ايوه، كوبايه ميه، كوبايه سكر، هنحط معلقتين سمنه، ايوه، معلقه كوم باودر، معلقتين نافيلا فانيليا. ماشي، هتبتدي تعجني. انت قلتي لي برضو قبل الحلقه ان انت بتحطي ميه غازيه برتقاني، بتبقى احلى. بنحط الميه والسكر وندوب شويه عشان يسيح مع السكر. ماشي، اوكي. وبعدين ايه ان نحط، مفيش ميه غازيه، بنستعمل ميه عاديه. يلا ابتدي. هنحط كوبايه الميه. انا فضيلك مع السكر، ما هي دي كوبايه سكر معايرينها. دي كوبايه سكر. ماشي، فحطيها كلها. ايوه، بعد كده ندوب كده، بتدوبيها. ودي الفانيليا. ايوه، بيكنج باودر والفانيليا، وتدوبيهم كلهم مع بعض. عندنا ندوب كده شويه بس دي عشان السكر، احنا عشان السكر يدوب خالص. وبعد كده هننزل بالسمنه. واخر حاجه دي، دي بقى شويه شويه عشان ايه تعجن معاكي. يلا ننزلي لغايه لما يلم معاك، يعني لو ما خدش الكيلو كله مش مشكله. نزلي كمان حبه بس، ما بتحطيش مثلا قشر برتقان؟ لا، القشر البرتقان دي على الكيكه. ما بتحطيش اي حاجه فيه كده، بس الميه الغازيه البرتقان هي اللي بتخليه اصفر وحلو. بتديله لون حلو. حط شويه كمان يا محمد، حط لها شويه بس، بتعجنيه تبقى عجينه ماسكه نفسها كويس عشان نعرف نحطها في المكنه ونلفها وتطلع ايه بسكوت حلو. تطلع مظبوطه معاكي. بتسيبيه بقى يرتاح؟ ما بتسيبوش، بتسيبيه يرتاح بنسيبه قد ايه؟ يجي 10 دقايق كده
زي الكعك كده بنغطيه برضو بكيس عشان الهواء ما يجشفوش من فوق ولا يعملوا حاجه، ما يشققش معاكي، يبقى ناعم. فبلته زي كده عشان لو في حاجه كلكعه ولا حاجه تفك، وعشان يطلع ناعم بيدوب وما يبقاش مشقق. هو كان بالشني احلى، بس يلا بقى مش مشكله. اللي حسب الموجود عندك، عندك ميه غازيه بيضاء اوكي، ميه غازيه برتقاني اوكي، او ميه عاديه. يعني اللي متوفر وموجود شغال، مفيش مشكله. ده الكحك اللي احنا عملناه من شويه، ودي عجينه البسكوت احنا عجناها دلوقتي وهنسيبها ترتاح. على ما ترتاح قولي لي بقى، العيد عندكم ايه مظاهر العيد عندكم؟ بتعملوا ايه في العيد الصبحيه مثلا، اول ما بتصحوا بتقدموا ايه؟ ان الاولاد بيروحوا يصلوا، بيجوا من الصلاه الناس تيجي تعيد علينا، بنقدم كعك، بنقدم بسكويت، بنقدم فول سوداني، بنقدم حلويات، بنقدم ترمس. ايه حلويات زي ايه بقى؟ شوكولاتات، بسكوتات، توفي، حاجات ما هي حلوه بتاعت رمضان دي، بتاعت العيد. يعني حاجات حلوه، الناس اللي بتفرح وتزوروا بعض. بنروح نعيد على بعض، على جيراننا وعلى اخواتنا وعلى عمتنا. يعني ما الارياف برضو لسه محتفظين بحكايه ان هم يزوروا بعض والناس تتزاور اكتر من المدن. كله بيروح لبعضه، اساس يوم العيد ده الصبح لازم كله يروح عيد على بعض، لازم الناس كلها تروح تزور بعضها. من الصلاه بتلف على البيوت، يعني عيدوا على بعض. ودي يعني حاجه حلوه قوي طبعا. يعني مفيش حد يروح بيته الا لما يكون معيد على صاحبه وجيرانه وعلى اخواته وعلى الناس كلها. طب قولي لي، الولاد الصغيرين برضو بياخدوا العيديه بقى الصبح وبينطلقوا؟ ساعات بنديهم يوم الوقفه بالليل، وساعات بنديهم يوم العيد الصبح. ياخدوا العيديه، يعني بنفرحهم يوم الوقفه يعني بالليل، وبنفرحهم يوم العيد الصبح. وبرضو بيروحوا بقى يشتروا الحاجات والبومب بقى والكلام ده؟ بيشتروا البومب، وبيشتروا صواريخ، وبيشتروا طيارات ومسدسات وكور. احنا عاملين عجينه من الاول مرتاحه وجاهزه، هنبتدي نقطعها بقى. اديني دي علشان ايه ما تتخنكيش، هاتيها دي عندي هنا. بتقطعيها، بصي لما ارتاحت بقت لينه وطريه معاكي. وبنعملها بالمكنه. هاتي بقى الصاج، هنحط الصاج عشان نكمل البسكوت. انت اخترتي النجمه، في كذا شكل طبعا، بتختاري الشكل اللي انت عايزاه، وهنعمل النجم. قولي بقى يا سعيده، بتعملوا ايه تاني غير البسكوت والكحك؟ بنعمل قرص خمره. يا محمد، القرص والدكتوره بتعملها ازاي؟ القرص الخمرة لبن وحبة سمسم وخمير، وبعجنهم فيهم وبخمرها واعملها قرص كده، بس مش بقطعها لما تخمر. يعني بتحطي الدقيق والسمسم ولبن وايه تاني؟ وخميرة. وخميرة، حبة سكر صغيرة. وحبة سكر، وبتعجنيها وبتسيبيها تخمر. واسيبها تخمر، بعد ما تخمر بتقطعيها. مقطعها. وبتسيبيها تخمر تاني بعد ما تقطعيها؟ لا، يا دوبك ترفع بس. ترفع. عشان مش تبقى مبلطة. طيب وما بتدهنيش وشها بحاجة؟ بعدين وشها بقشطه. بقشطه. وبتدخليها الفرن 10 دقايق ربع ساعه كده تحمر، وبعد كده احطها يا دوبك تبرد. بعد ما تبرد احطها في قالب كيس كده عشان تدينها طريه. تغطيها بكيس عشان تبقى طريه بعد ما تبرد عشان ما تعرقش. دلوقتي هندخل بقى البسكوت ده الفرن. الفرن اللي مسخنينه من الاول على كام؟ على 160 150 عشان البسكوت ما بياخدش زي الكعك. وبيقعد قد ايه في الفرن؟ بيقعد ربع ساعه بالظبط ويطلع. نخليه يبرد خالص، بعد كده نشيله. بصوا بقى ايه في حاجه. ده كان بقى البسكوت النشادر بتاعنا على الطريقه الفلاحي على اصولها. هنروح بقى دلوقتي الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. ده كده لون البسكوت اللي عملناه، شوفوا لونه ذهبي حلو ازاي. لون البسكوت دي بالشاني بقى بيبقى طعمه جميل حلو وهش. وبعدين بصوا هش جدا وطعمه حلو جدا. وده الكحك. تعالوا بقى اوريكم الكحك بتاعي انا. هنعمل الكحك على طريقتي انا وبالتكات بتاعتي انا. المقادير بتاعتنا ايه؟ كيلو دقيق، ليه نص كيلو سمنه، معلقه صغيره ريحه الكحك، معلقتين كبار سمسم، معلقه كبيره خميره، او لو في خميره بيره يبقى حته خميره بيره ندعكها في معلقه سكر صغيره. هستعمل 200 مللي ميه او لبن اللي موجود عندي. خلينا بقى نتكلم على الكحك شويه. ادي كيلو الدقيق، بحط عليه نص السمنه. دايما لازم
نص الدقيق سمنه خلاص، وهنحط ريحه الكحك والخميره والسكر، هنقلب كله مع بعضه. لو انا هستعمل سمسم هحط السمسم قبل السمنه. بس انا عايزه اقول لك حاجه، ساعات الناس بيطلع معاها الكحك ناشف وبيفضلوا يزودوا في السمنه علشان الكحك يطرى معاهم وبرده بيطلع ناشف. ده ليه؟ لان الدقيق اللي مستعملينه مش دقيق للكحك، لازم الدقيق يكون مخصوص للكحك. ايوه علشان بالظبط يكون دقيق نظيف واستعمله للكحك. واحط نص كميه الدقيق سمنه. السمنه بقى بسخنها كويس جدا، ما بقدحهاش. زمان جدودنا كانوا بيقدحوا السمنه علشان هما كانوا بيعملوا كميه كبيره قوي من الكحك، والكحك بيفضل عندهم اكتر من شهر وشهر ونص. فلو انا عايزه الكحك يقعد عندي فتره طويله بقدح السمنه، لكن لو هيتاكل على طول او هيقعد اسبوع مش اكتر بسخن السمنه بس. وخدي بالك ان السمنه لما تبقى سخنه قوي برده ليها مشكله، ان هي ممكن تموت لك الخميره، فالكحك ما ينفش معاكي كويس. فلازم اخد بالي ان السمنه ما تبقاش ولا سخنه قوي ولا سخنه. ايوه بالظبط، علشان يعني. وعلشان كمان ما ينطرش السمنه، لان هي لما بتبقى سخنه قوي ممكن قوي الكحك ينطر السمنه معاكي. فعلشان كده، علشان كده لازم اخد بالي وببس الكحك كويس جدا. لازم الدقيق قبل ما احط اي حاجه اعجن بيها لازم ابسه كويس. ابسه، عايزه اقول لكم ان انا لازم ابسه على الاقل 10 دقائق، افضل ادعك فيه كده. ليه؟ لحاجتين. اولا عشان الكحك يطلع دايب معايا. كل ما تبسي الدقيق كل ما الكحك بيطلع دايب معاكي. وحاجه تانية برضو، علشان لو ما بستيش الدقيق كويس قوي برضو ممكن ينطر السمنه لو قعد كتير. الكحك لو قعد عندي مثلا اسبوعين الاقيه نطر السمنه بتاعته، ده معناه ان انا ما بستوش كويس. لازم ابسه كويس قوي كده بالسمنه عشان اطلع كمان الجلوتين اللي فيه في الدقيق، فيبقى الكحك هش. بصوا كده اهو، انا بسيت الدقيق كويس كويس جدا، بسيته. وابتدي بقى اعجن الكحك باللبن او الميه. الافضل ان انا اقسم المقدار لبن وميه. ليه بقى؟ لان اللبن لوحده لو اللي بتعمل الكحك مش شاطره قوي ممكن يطرى معاها من النص، يبقى الكحك طري قوي. اللبن بيطري الكحك، فممكن اعمل نصه ميه ونصه لبن. وما زودش ابدا مقدار السائل للكيلو الدقيق عن 200 ملي من السائل، يعني سواء ميه او لبن ما زودش عن كده. طبعا بنسيبه شويه يرتاح يخمر، وبعد كده اهو ببتدي اخبزه. لو الكحك انا عاملاه ساده يعني مش حاطه فيه حشوه، لو الكحك انا عاملاه ساده مش حاطه فيه حشوه بوطي الفرن شويه. بمعنى لو انا عامله الكحك ساده اعمله على 160، لو انا حاطه حشوه فيه اعمله على 180. ليه الفرق ده؟ الفرق ده بيجي علشان الكحك الساده كله عجينه مع بعضها، فما يبقاش متكوك فياخد راحته في السوى. لكن الكحك لما بيبقى محشي معايا بتبقى طبقه العجينه قليله حوالين الحشوه، فعشان كده بخليها على 180 وتقريبا نفس مده الخبز الاثنين مع بعض. كده انا ريحت العجينه، وده الكحك بتاعهم اللي عملوه، وادي البسكوت، وده العجينه بتاعت الكحك بتاعي. تديني بقى الصاج علشان نقطعه. انا بقى ايه، مش هعمله بالكوبايه، ولو ان انا عجبتني فكره الكوبايه بتاعتكم. هنعمله زي الكوره كده، وهنعمله بالمنقش، ننقشه. انا بقى بنقشه على طول، ما بسيبوش يرتاح الاول، بقى بسيب بس العجينه ترتاح، وبعد كده بعمل الكحك بنقشه وبحطه. خدوا بالكم كمان من حاجه عايزه اقول لكم عليها، ما تزودوش الخميره وما تزودوش مده التخمير، والا هتلاقوا النقشه راحت. ساعات ناس كتير بتشتكي ان النقشه بتاعه الكحكه مش باينه، ده معناه الخميره كتيره او سابوه يخمر كتير. فناخد بالنا برضو من النقطه دي عشان يطلع حلو معاكي، لان النقشه لو راحت السكر مش هيثبت فيه، لازم يبقى فيه نقشه علشان السكر يمسك فيه. لو ناعم، لو هو ناعم وما فيهوش نقشه السكر هتلاقوه وقع منه خلاص. فاحنا بنعمله وبندخله الفرن طبعا علشان يستوي.
وبعدين ما تخليهوش ذهبي غامق، خلي دايما تحت هو اللي يبقى لونه اغمق من الوش بتاعه علشان يطلع حلو ودايب معاكم. ايه رايكم بقى؟ تسلم ايديك انتوا كمان. خلاص احنا بنحطه كده في الصاج، وهنروح بقى الفاصل علشان نخبز الكحك ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. عملنا ايه النهارده؟ النهارده كنا في الشرقيه مع احلى ستات، ستات الشرقيه، عملنا الكحك وعملنا البسكوت وعملنا الكحك بطريقتي انا كمان. شرفتوني النهارده وانستوني، كنت مبسوطه بيكم جدا. كل سنه وانت طيبه. وانتي طيبه فعلا صراحه، كنتوا منورينا، وان شاء الله كده عيد سعيد يا رب علينا كلنا. طيبين. كل سنه وانتوا طيبين، ويا رب احلى عيد علينا وعليكم. اشوفكم على خير.